أهلا بكم مشاهدينا. المدينة تعز المدينة المحاصرة والمنكوبة والحاضرة في هامش سيول الدعم المقدم من قوات التحالف والوعود المدموغة بأساليب الثناء، تقاوم ببسالة بإمكانيتها الشخصية ورجالها للشهر الخامس على التوالي، هكذا تقول الأنباء التي تتوالى منها. تعز التي تتصدر جنائزها أشرطة أخبار القنوات الفضائية بشكل يومي، تحاول بمفردها دحر وكسر العدوان عليها من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع ووضع حد للحرب العبثية التي تأكل أبنائها وتشوه مدنييها. في هذه الأثناء تواصل الميليشيا قصفها العنيف والهستيرية بالأسلحة الثقيلة للأحياء السكنية والأسواق المكتظة بالمدنيين، وتتعرض تعز بحسب ناشطين لحرب إبادة شاملة من قبل الميليشيا بالتزامن مع تعالي نداءات الاستغاثة من المدينة إلى منظمات المعنية بحقوق الإنسان وكذا للأمم المتحدة وقوات التحالف لإنقاذ السكان. عسكريا، تتسرب إلى السطح معلومات عن إيكال مهمة الإنقاذ لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي تقع تعز ضمن إطارها، وبحسب مصادر عسكرية فإنه من المتوقع أن تنطلق حملة عسكرية لمساندة المقاومة والجيش الشرعي داخل تعز لفك الحصار عن المحافظة. تضيف المصادر ذاتها أن العملية العسكرية ستتخذ مسارين لتحرير المحافظة وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدينة. لمناقشة الوضع العسكري في تعز وإمكانية تحريرها من سيطرة الحوثيين وقوات المخلوع، ينضم إلينا من عدن قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء أحمد سيف اليافعي، ومن الرياض المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز سمير الحاج، ومن تعز الناشطة حياة الذبحاني. لكن قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير. وأصبح للمقاومة في تعز دبابة. الحكاية مريرة ومريرة جدا، كون المقاومة في المدينة لا تمتلك إلا الأسلحة الشخصية ولم يجري دعمها حتى الآن. هنا في جبهة ثعبات تلعب هذه الآلية دورا خالدا، محاولة الحد من هجمات الميليشيا للأحياء، فتنتقل بين جبهة صبر وهذه الجبهة. ولأن المقاومة في تعز لم تحظى حتى الآن بمساندة صريحة ولم يجري إمدادها بما يناسب جبهات القتال المشتعلة، تواصل نزف مزيدا من الدم وتفقد كل يوم من المدنيين شهداء وتخلف جرحى، وقد لا يكون آخرهم من سقط بقصف للميليشيا على سوق حي المسبح، بالإضافة إلى استهداف حي التضامن وحي المغتربين وديلوكس وكلابة وثعبات. غيداء لم تخالطها الشكوك إنها وشقيقها المقاتل في صفوف المقاومة لم يلتقيا ثانية، تشبثت به فتركها إلى الأبد مستشهدا في جبهة القتال، ولم تمضي على فترة الوداع سوى أيام لتلتحق به هي تحت قصف الميليشيا. إذن تقتل الميليشيا الأطفال والكبار باعثة طريقا سالكا للحزن، يقدم لنا هذا الأب الغارق بالوجع والقهر المشهد كاملا، ولا شيء أقسى على أب يفقد فلذة كبده، ولا شيء أقسى من قهر الرجال والصغار أيضا. هؤلاء أطفال الشهيد عبد الله السباعي يكتفون بالتقاط صورة أخيرة مع والدهم، يوثقون لحظة كهذه لكأنه نوع من الاحتفاء بالحياة على طريقتهم الخاصة وعلى مضض. إذا مشاهدينا الكرام، سنبدأ نقاشنا المتعلق بحلقة اليوم، وسنبدأ أولا مع الناشطة حياة الذبحاني من تعز. أهلا بك يا أستاذة حياة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذة حياة، بداية هل لك أن تلخصي لنا المشهد في مدينة تعز اليوم؟ أحدثكم هذه اللحظة وأنا أسمع أصوات القذائف وصواريخ الكاتيوشا على الأحياء السكنية في مدينة هذه المدينة المكلومة التي كما ذكر تقريركم 5 أشهر على التوالي، وهذه المدينة تحت قصف ميليشيا الحوثي تحت القراب والدمار. أحدثكم وأنا قلبي يتمزق على هذه المدينة التي يتغنى بها الجميع ولا يقدم لأجلها شيئا. هذه المدينة التي ضربت أروع الأمثلة في ثورة 11 فبراير، في مسيرة الحياة، في مسيرة الاستفاضة الوطني، في انتخابات الرئيس عبد الرب منصور هادي. هذه المدينة التي خرجت من أجل جميع محافظات الجمهورية، ونحن اليوم نواجه الموت الأسود المرعب لوحدنا في هذه المدينة. اليوم بالتحديد قبل نصف ساعة سقط صاروخ على حي في
منطقة شارع جمال والإخوة، وهناك أنباء عن عديد من الجرحى والقتلى. هذه الميليشيا أخي الفاضل والمستمعين الكرام تريد الموت، وليس سوى الموت بهذه المدينة. المدينة هذه محاصرة، منكوبة، المواد الإغاثية تمنع من الدخول إلى هذه المدينة، قوافل الدواء كذلك اليوم تحاصرها ميليشيا الحوثي وتقوم بإتلاف كمية كبيرة من الأدوية في مداخل المدينة. الحكومة، حكومة طحا ورئاسة الجمهورية، لم تقم بالدور المطلوب من أجل هذه المدينة. مزيدا من القتل، مزيدا من الدمار، البارحة استشهد 3 من نساء مدينة تعز وهن في سوق تجاري في حي المسبح. هذه الميليشيا ربما يعطى لها الضوء الأخضر بأن تقتل المزيد من أبناء تعز. نحن نشهد خذلانا إقليميا دوليا محليا على مستوى هذه المدينة، لأننا أخي الفاضل كما يعلم الجميع بأن هذه المدينة مزيد من حمى الظن تحفظ عشرات الأرواح من سكان المدنيين. أحدثكم الآن وأنا كذلك أعاني من حمى الظن، هذه الحمى التي لم تدع بيت في هذه المدينة إلا ودخلت إليه. نعم، هي مدينة تعز. نعم نعم أستاذ حي. طيب في ظل هذه الأوضاع الصحية الصعبة، ويعني يمكن وصفها بالمتردية سواء أمنيا أو صحيا أو اقتصاديا، برأيك إلى أين تتجه مدينة تعز اليوم؟ مدينة تعز تتجه إلى المجهول إذا لم تقوم قوات التحالف بدورها المطلوب وبمسؤولياتهم الأخلاقية والدينية والإنسانية في هذه المدينة. مدينة تعز أخي الفاضل راهن الحوثي على إسقاطها في أسبوعين، وها هي للشهر الخامس على التوالي وهي صامدة بالسلاح الخفيف فقط ولا غير السلاح الخفيف. لم يكن هناك دعم للمقاومة بالأسلحة النوعية التي طالما كررت مرارا وتكرارا قيادة المقاومة الشعبية وطلبها من الرئيس هادي ومن قوات التحالف بدعمهم بالأسلحة النوعية وبالتغطية الجوية، وهم على قدرة على أن يحرروا المدينة خلال ساعات، لأن ميليشيا الحوثية تستخدم فقط الآليات الثقيلة لمواجهة المقاومة الشعبية وتتبع بينها هذه القوة وتلك. طبيعي جدا بأن هناك كثير من مواكب الشهداء تسير إلى الخلود بسبب هذا التخذ الذي تعاني هذه المدينة. سكان هذه المدينة يرفضون أي حوارات قادمة في مسقط إلا بعد أن يطبق القرار الأممي 2216 وتنسحب الميليشيا من هذه المدينة ومن كافة محافظات الجمهورية. نحن هنا في تعز نقول بأن حوارنا سيكون بالبنادق، لا نريد حوار الأقلام، لأننا قد جربنا الحوارات، جربنا حوار مؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه، ثم اتفاق السلم والشراكة. هذه الجماعة لا تعرف سوى القوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نحن اليوم في عشية النكبة، نكبة 21 سبتمبر، هذا اليوم المشؤوم الذي سيخلده تاريخ اليمنيين. نعم. بأن ميليشيا الحوثي في مثل هذا اليوم هي من قتلت وقصفت ودمرت وهدت أحلام اليمنيين. لكننا أخي الفاضل نحن في طريقنا نحو التحرير، ونحن قد قررنا في هذه المدينة بأننا سنحمل شهدائنا على أكتافنا ونذهب بهم إلى الخلود، وسيحمل الحوثي وكل من ناصره من المتحوثين ومن زمرة المخلوع سيحملون الذل والعار والهوان والهزيمة، لأنهم بكل بساطة يقتلون الأطفال والنساء والأبرياء. هم لا يستطيعون المواجهات، هم يتخبون فقط في الجحور وفي الجبال ويقومون بالقصف العنيف والمكثف والمركز على هذه المدينة. أستاذ أحياء، يعني نحن نتمنى طبعا لكم ولجميع أهالي تعز السلامة والأمان من يعني سواء صواريخ الميليشيا أو كذلك حمى الظنك، ونعرف أن العديد من الصحفيين والناشطين قد أصيبوا بهذه وهم الذين يعني ينقلون أوضاع المدينة إلى الخارج. أرجو منك أن تبقي معنا الآن، حيث ينضم إلينا الأستاذ العميد سمير الحاج المتحدث باسم المجلس العسكري بتعز. أهلا بك سيادة العميد. مرحبا أخي العزيز، حياكم الله. معالي سيادة العميد، أطلعنا على خارطة التقدم العسكري للمقاومة ووحدات الجيش الوطني في تعز. في تعز بعد الضربات التي تمت من قبل قوات التحالف تقدمت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية في عدة جبهات، رغم أن هذا التقدم كان طفيفا وبسيط إلا أنه برضو له دلالاته الآن ربما إن شاء الله تعالى لأمور تمهد للقاعد.
طبعا عقب هذا التقدم تم قصف المدينة بشكل جنوني وهستيري من قبل الحوثيين وانصار المخلوع، وربما طلعتم على آخر مجزرة التي قيمت في سوق في منطقة المسبح. طيب، هناك الآن حديث عن لقاء جمع نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء أستاذ المهندس خالد بحاح مع قيادات في المقاومة بتعز، إلى ما خلص هذا الاجتماع بحسب علمك؟ وفي تقديري هو الاجتماع خلص ربما ترتيب الوضع القادم. الأخ نائب رئيس الجمهورية أعلن بأنه الخطوة القادمة هي تحرير محافظة تعز، أوكل مهمة للمنطقة الرابعة لتنفيذ هذه المهمة بمساندة المقاومة الشعبية. كل هذه الأمور الآن تقريبا قيد الدراسة والبحث، وأعتقد أن الحديث دار حول هذه المواضيع تحديدا، وكذلك فك الحصار على المدينة وكيفية إيصال المواد الغذائية الضرورية للمدينة. سيادة العميد، أرجو أن تبقى معي، أعود إلى الأستاذة حياة الذبحاني. أستاذة حياة، الآن أبلغنا يعني العميد سمير الحاج عن أن هناك تقدم من قبل قوات المقاومة على الرغم من محاولات الحوثيين للرد، لكن اليوم هناك اجتماع وبشكل واضح يعني القيادة السياسية مع قيادات المقاومة في تعز تبحث إلى تسليم الملف تحرير المدينة إلى المجلس العسكري أو قيادة المجلس قيادة المنطقة الرابعة العسكرية. ما هي رسالة الناس في تعز سواء القيادة السياسية أو العسكرية في تعز؟ أستاذة حياة، هل لازلت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذة حياة الذبحاني، كانت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إلى سيادة العميد سمير الحاج المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز. أستاذ سمير، تحدثنا قبل قليل عن اجتماع اليوم وكذلك عن حجم التقدم الذي تحققه المقاومة. الرئيس المجلس العسكري صادق سرحان طالب بمزيد من الدعم للمقاومة وكذلك لوحدات الجيش الوطني، ما هو حجم الدعم المطلوب من قبلكم؟ الحقيقة أنا الذي فهمته من تصريح الأخ العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكري هو ربما المطالبة ببعض الأسلحة النوعية والتي بإذن الله تعالى ربما تكون قد وصلت أو في الطريق إليه. قوة التحالف لم تقصر إطلاقا في هذا الدعم، الحكومة الشرعية تقف على قدم وساق وراء هذا الاتجاه ربما لهذا السبب فقط، ومعاناة المجلس العسكري هي معاناة المواطنين بشكل عام، ويعني تعرض المواطنين لهذه الهجمة الشرسة ربما هو الذي يثير أحيانا حفيظة القادة لكي يطلبوا مزيدا من الدعم لتحقيق إن شاء الله الأهداف المرجوة. طيب يعني كيف نفسر، نحن شاهدنا أن قوات المقاومة قبل فترة قصيرة تقدمت فيها الكثير من الجبهات وبات الناس يتمنوا أن يعني تحرر تعز بيوم وليلة، لكن استمرت المعاناة واستمر قصف الحوثيين وقوات الموالية للمخلوص صالح على تعز. ما هو السر في هذا التردد أو لنقل يعني بأصح العبارة، لمذا لم تحرر تعز بشكل كامل؟ دعني أولا أصحح العبارة وأقول لك أنه ربما مقاومة تعز هي من أقوى المقاومات اندفاع، لولا يعني وجود العسكريين كي يهددوا المقاومة ويمروا بأسلوب منظم ومرتب، لكن لديهم الاندفاع الكثير. هنا الآن قوات المخلوع والحوثي تضرب من مناطق بعيدة عن المدينة لا تصل إليها المقاومة، هي لا تضرب المقاومة عموما، هي تضرب جموع الناس في الشوارع في البيوت في المدارس في المساجد في المستشفيات فقط، أما على خطى وعلى خطوط التماس نرى أن المقاومة على إما ثابتة في أماكنها أو متقدمة وليست مترددة. طيب يعني نحن أيضا نلاحظ أن كلما تأخر الحسم في تعز ازداد يعني ازداد قصف الميليشيا للمدنيين هناك، كيف يمكننا يعني فهم معادلة لماذا تستمر الميليشيا في ذلك؟ كجيش وكجيش وطني وكمقاومة بإذن الله تعالى نرتب لإسكات هذه المصادر بإذن الله تعالى قريبا، واصبروا معنا قليلا لعلنا نصل ان شاء الله تعالى الى فتح كامل لهذه المدينه المحاصره والمظلومه بشكل كبير. طبعا نحن نحاول التواصل مع قائد المنطقه العسكريه الرابعه لواء احمد سيف اليافعي، لكن يعني باستفسار يعني اود طرحه عليك، لماذا تم ايكال هذه المهمه الان للمنطقه العسكريه الرابعه في حين انها فعليا تعز تتبعها لها منذ زمن؟ على أي حال هو العهد الصحيح ربما هو ما تم الآن،
لابد ان تتولى المنطقه الرابعه التي من ضمن مناطقها محافظه تعز والويتها العسكريه، تقوم بواجباتها العسكريه والتكتيكيه والتخطيط وايضا التنفيذ، ومن ثم لا مشكله في هذا الجانب. بالعكس نحن نرحب بشكل كبير بان تقوم الحكومه والدوله وممثله في المنطقه الرابعه الجيش بان يبدا معنا للتخطيط وتنفيذ المهمه. طيب الآن تم الإعلان عن غرفة عمليات موحدة وقيادة عسكرية موحدة لقوات التحالف وكذلك للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في مأرب تحت قيادة اللواء عبد الرب الشدادي. في تعز ما هي الجهود؟ هل هناك احتمال لوجود قوات من قبل التحالف العربي، يعني إذا ما استثنينا الدعم من قبل الطيران التحالف، هل هناك قوات برية قد تشارك في تعز؟ وإلى الآن الحديث عن قوات البرية ربما سابق لأوانه. المقاومة في تعز والجيش الشعبي والجيش الوطني ربما قادر على تنفيذ هذه المهمة، والتنسيق جار على قدم وساق مع قوات التحالف. أما بخصوص وجود مجلس مشترك فبالنسبة للمقاومة والمجلس العسكري فربما هذا المجلس ملتئم منذ زمن ومنذ البداية الأولى لمعركة المقاومة، لكن بالنسبة لوجود قوات التحالف فالتنسيق يتم لوجستيا وعن طريق رئاسة هيئة الأركان العامة. طيب يعني إذا ما استعرضت بسؤال سريع، نحن الآن وأنت يعني بحكم وجودك في الرياض وقريب من يعني يعني دائرة الحكم الخليجية التي تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، نحن نعلم أن هناك خلفيات سياسية عن أن بعض الدول الخليجية قد لا ترضى عن بعض الفصائل الوطنية الموجودة والتي ربما تؤثر بشكل فاعل في معركة التحرير اليمن بشكل عام وبتعز تحديدا. نحن شاهدنا أن نايف البكري كان محافظا لعدن ومن ثم تم يعني تعيينه كوزير للشباب والرياضة. هل هناك مخاوف من أي دولة خليجية، وأنت يعني أقصد في دول الخليج الآن، هل هناك أي مخاوف من قبل أي دولة خليجية تجاه قائد المقاومة ربما؟ أنا شخصيا أتحدث معك صدقا، لم أجد هذا التباين إلا من خلال تناقلات وسائل الإعلام. الآن اليوم نحن نتحدث عن دماء خليجية يمنية مشتركة على أرض المعركة، ينبغي أن نتجاوز هذا الطرح. كل دول الخليج الآن متفاعلة وعلى رأسها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والإخوة في الإمارات قطر، وفي كل الدول الأمور ماشية باتجاه يعني تنفيذ أهداف التحالف وهو الذي عبارة عن تحرير اليمن من هذه البراثن الميليشيات وإعادة الشرعية وتأمين المواطن اليمني. طيب يعني هناك يقال أن هناك قيادات عسكرية في الصفوف الأولى للمقاومة ووحدات الجيش الوطني تشكو من وجود نقص كبير في العتاد والإمكانيات، لماذا لا يتم مد يعني هؤلاء بشكل سريع؟ دعنا نقر بهذا، هذا كلام صحيح، لكن في المحصل ربما لم نجد مدخل للوصول الى محافظة تعز الا الان قريبا عندما فتحت خط الضباب هيكة العبد منطقة الصبيحة، لكن في المحصل كانت المحافظة كما تعلم مغلقة تماما. انما اليوم باذن الله تعالى عندنا اكثر من وسيلة بعد فتح مطار عدن، وربنا يسهل ان شاء الله الامور طيبة تمشي الى خير. طيب يعني إلى أن نحاول أن يجهز الاتصال سنواصل معكم أستاذ يعني سيادة العميد. تسربت مؤخرا الخطة حول أن القيادة العسكرية لتحرير تعز ستوكل للمنطقة العسكرية الرابعة، الأمر الذي أكدته أنت لنا، ما دلالة ذلك عسكريا للمقاومة على الأرض؟ هذا يؤكد معنا أن المعركة واحدة وأنه له ليس هناك أي داعي للتخرصات وإطلاق ربما بعض التهويمات والأخبار غير دقيقة. المعركة معركة البلد كامل، معركة إعادة شرعية للوطن وللحكومة وللدولة التي اغتصبت فيها وانقلب عليها، معركة تأمين للمواطن من هذا العبث ومن هذه الميليشيات القاتلة في كل مكان. نعم، إذا سيادة العميد سمير الحاج المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، إلى حين أن يجهز اتصال مع لواء أحمد سيف اليافعي قائد المنطقة العسكرية الرابعة، سننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم. في الحقيقة نحن نحاول الاتصال باللواء أحمد سيف اليافعي قائد المنطقة العسكرية الرابعة، لكن إلى الآن ليس هناك مجال للتواصل، على الرغم من أنه يعني وافق على الالتقاء معنا بالبرنامج. تنضم إلينا الآن من جديد الأستاذة حياة الذبحاني من تعز، وهي الناشطة هناك. أهلا بك أستاذة حياة من جديد. قبل قليل كان معنا سيادة العميد سمير الحاج المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز، تحدث عن أن هناك يعني لوائح إيجابية في أن يعني تكون معركة التحرير بشكل كامل قريبة، خاصة مع إيكال المهمة لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة. بحكم قربك أنت من أهالي تعز، أريد أن أسأل وإن يعني سؤالا يعني ربما كان كبيرا، في ظل الأوضاع الحالية إلى أي مدى يلتف الناس حول قادة المقاومة وكذلك حول الجيش الوطني هناك في تعز؟ لم أسمعك جيدا أخي الفاضل. في ظل نعم في ظل الأوضاع الحالية التي تعصف بالمدنيين في تعز، إلى مد لأي مدى يلتف الناس حول قادة المقاومة وكذلك قادة الجيش الوطني؟ نعم المقاومة الشعبية هنا أولا سلسلة حاضنة شعبية في مدينة تعز وفي قرى وأوزان مدينة تعز. البارحة وقبل البارحة هناك قوافل تسير قوافل من الشباب وقادجين الذين وهبوا أنفسهم بالدفاع عن هذه المدينة ودخلوا هنا إلى مدينة تعز لأن يأخذوا تدريبات عسكرية من أجل الانخراط صفوف المقاومة من منطقة جبل حبشي والنشمة والحجرية والترجب والأرقاب والمعافر، هذه القرى جميعها انخرطت في صفوف المقاومة. أيضا كذلك تحديد منطقة الضباب التي تمر فيها الاشتباك الحالي في نقطة 40 في تسمية العزب هذه المنطقة هنا أبناء مدينة تعز وأبناء القرى والأرياف هم يساندوا المقاومة الشعبية والجيش الوطني. الجيش الوطني كذلك قادة عسكريين أضاف معنويات عالية كذلك إلى المقاومة الشعبية هنا في مدينة تعز بالإضافة كذلك إلى التدريبات النوعية التي تقوم الآن في مدينة تعز هي كذلك ضد الحوثي قتال فاتحة. أيضا التخرج من القناصة هنا في مدينة تعز من قناصي المقاومة هذا الشيء كذلك بعد تقدما قويا في صفوف المقاومة. الفاضل المقاومة الشعبية هنا تستخدم جميع الأساليب وتقوم بكافة أنواع التدريبات بجميع المنخرطين في صفوف المقاومة من أجل الدفاع عن هذه المدينة. فقط نكرر بأننا نحتاج إلى مساندة جوية وإلى قصف مواقع الحوثيين والمقاومة تستخدم مستجداتها وعدة أصدار النقص خلال ساعة أن الحوثي أكبر ما يقول. نحن مرضنا على نقاط حوثية، تخيل أخي الفاضل أن جبن هؤلاء الحرس يقومون بتفتيش الشمس أو الملابس يخافون من أن تخطأ قطعة سلاح وهم الذين يمسكون الآليات الثقيلة آليات الدولة ويخافون من قطعة رشاش أو قطعة مسدس. الحوثي هنا في تعز حظر وهو في اللحظات الأخيرة هم فقط يراهنون على مسألة الوقت وعلى مسألة إسقاط هذه المدينة ولكن هذه المدينة كما ضربت أروع الأمثلة ستسقطهم عما فريق وتنحسن النصر المعزل من على هذه يعني. وطبعا تصرفات الميليشيا دوما كانت مستهجنة في كل مكان، خاصة في ظل يعني حرب يفترض أن يكسبوا دعم الشعب تجاههم. على كل حال الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، لا يسعني في الختام إلا أن أشكر حسن متابعتكم وأن أشكر وجود ضيوفي في حلقة اليوم قائد المنطقة أو المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز العميد سمير الحاج والناشطة حياة الذبحاني وكذلك قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي الذي كان من المفترض أن يكون معنا. أنوه لمن فاتته حلقتنا أنه يمكن مشاهدتها بعد حين على صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل وجيه السمان في التقديم ومحمد القاسم في الإعداد وكذا الطاقم الفني، في أمان الله.